ما معنى كلمة باندا؟ الباندا هي نوع من الدببة مثل أي دب آخر. توجد الباندا في جنوب وسط الصين، من السهل التعرف عليها بواسطة بقع سوداء كبيرة ومميزة حول العينين، على الأذنين وعبر جسدها المستدير. يستخدم اسم الباندا العملاقة في بعض الأحيان لتمييزه عن الباندا الحمراء غير ذات الصلة. على الرغم من أنها تنتمي إلى فصيلة حيوانات آكلة للحوم، إلا أن حمية الباندا العملاقة تزيد عن 99% من الخيزران، أو ما يعرف باسم نبات البامبو، فهو الأكلة الأساسية لدب الباندا. الباندا في البرية سوف تأكل أحيانا الحشائش الأخرى أو حتى اللحم على شكل طيور أو قوارض في حديقة الحيوان. قد تأكل الباندا العسل أو البيض أو السمك وأوراق الأشجار، البرتقال والموز، بالإضافة إلى الطعام المعد خصيصا لها. تعيش الباندا العملاقة بأعداد قليلة في السلاسل الجبلية في وسط الصين، ولا سيما في سيتشوان، ولكن أيضا في سانشي وقانسو المجاورتين. نتيجة للزراعة وإزالة الغابات والتطورات الأخرى، تم طرد الباندا العملاقة من المناطق المنخفضة التي كانت تعيش فيها ذات يوم. على الرغم من أن التنين كان في كثير من الأحيان رمزا وطنيا للصين، إلا أن الباندا العملاقة تبدو على المستوى العالمي كشائعة رمزا للصين. على هذا النحو أصبحت تستخدم على نطاق واسع داخل الصين في المناسبات الدولية. على سبيل المثال، منذ سنة 1982 أصدرت العملات الذهبية عليها صورة للباندا. تتميز الباندا بشكل لطيف جدا وتفعل حركات غريبة تجعل الناس دائما تريد متابعتها ومشاهدتها، فتأتي الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الباندا في الأماكن المخصصة لها في حدائق الحيوان، حيث أن الباندا حيوان نادر الوجود.